ما زلت 16 سنة وبأعجب بالجنس الآخر. طبيعي يا حبيبي ما تخافش، متى يمتد سن المراهقة؟ الإعجاب مش خطيئة، إنما الاستسلام للسرحان يعتبر خطيئة. والإعجاب مش حب، فالاندفاع وراء الإعجاب لتكوين علاقة قوية أو ده برضو خطيئة، أو ده تصرف غير حكيم. سن المراهقة ملوش حدود، يعني يبتدي يمكن 12-13 في الولد وقبل كده في البنت، إنما ممكن تلاقي مراهق لغاية 60 سنة. يعني المراهقة ملهاش حكم، ملهاش سن واضح، تبتدي بس في مرحلة. لكن في حاجة تسميها النضج، الماتيوريتي. النضج ده له علامات إن الشخص ما بينبهرش زيادة بحد، بيوزن الأمور بعقله، بيقدر لا يندفع وراء مشاعره، بيرجع بالسؤال للناس اللي حواليه، بياخد وقت في التفكير والصلاة، شخصيته موزونة في الحكم على الأمور. كل دي علامات النضج، ودي مش قبل 18-19 سنة عادة في مجتمعنا، عادة كده. وفي البنات أسرع من الولاد شوي، عشان كده احنا مش بننصح أبدا أن ولد يدخل في علاقة عاطفية قبل سن 20 سنة، غالبا علاقة غير ناضجة، وبالتالي 90% أو أكثر هتفشل، ولو كملت يمكن يتعبوا في جوازهم لأنه ما اختارش صح. فما تستعجلوش، الجواز جاي.